اخويا احرف واحد في لعبه ببجي موبايل والدول المجاوره. بقول لك ايه، انا جاي لك في تحدي. اللعبه منزله مود جديد اسمه فينوم تقريبا، وحاسس ان انت ايه هتعمل فيه قلق. ما تيجي اديك تحدي 20 كيل كده في السريع منه، ولو جبت ال 20 كيل يا عم مأمون يا اللي شايف لي نفسك هتاخد حسابي لمده اسبوع. ايه رايك؟ ما هو بالمره تطلعوا لي كونكر كده عشان ايه نقابل ناس محترفه زيك. يلا سلام عليكم. بص يا عمبورة، انت مديني التحدي في وقت انا ما بلعبش في اللعبة حرفيا، بس يا معلم انا ليا محاولتين وهحاول اصور فيهم التحدي. فيا رجالة اعمل لايك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعايز اقول لكم يا جدعان اللي انا تعبان فعشان كده ما نزلتش امبارح، فقولوا لي الف سلامة تحت في الكومنتات. واحلى مسا عليكم يا رجالة، هسيبكم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. وقناة يا جدعان التانية هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، انزلوا اشتركوا فيها وهتلاقوها في الكومنت المثبت. احلى مسا عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دخلك جوه، دخلك جوه. في السلاح جبت السلاح احييييي في السلاح يا ولد المرة. قاعد كان لسه هيديني ند. ايه عنب عايزين طلق يا اسطى، يرحم يا اخي. طلق اخضر، طلق سبعة، طلق سبعة قدامنا. ناس ناس تحتنا طالعين. ها الداتا بصيت ده. حد جاي من برا. امشي من هنا، بص ده امشي من هنا، امشي من هنا. في حد فوقك يا دفا. دفا انت شال بقى، بص ليه. يلا بصيت ده. يلا يلا بيجري بيجري. ده فلة فلة فكت مني فكت مني. فلة فلة فلة. احنا عايزين نطلع الاسلحة الباقية. انا سامع ناس كتير يا اسطى معرفش في ايه. تعالى في يمين. نطلع الله، نطلع من على البتاع ولا نطلع من فوق. تعالى يلا نطلع، تعالى نطلع، تعالى تعالى بص يلا يلا بص يلا بص. الله انا ثلاثة كل. انت كام؟ صفر. يلا بص يس. الله انا عايز ادخل في المدعكة دي. وواحد نزل برشوت. اتنين هنا تعالى جوا. عدي نط قدام اهو. بالذات اللي بعده، اللي بعده بص. يلا اللي بعده، اللي بعده اللي بعده. ولا كاننا فايتنا. اللي بعده اللي بعده ما تدمجناش. يلا اللي بعده. انت كده واحد وانا خمسة، يبقى كده ايه ستة كل. تركيز. يلا بص. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا بصيت قدامي قدامي. ها يا رب تجيبه. في كلات مكنوك كتير هنا. فين فين؟ انزل انزل جوه هنا، جوه جوه جوه. فين فين؟ خش 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 اهو. اللي عارف البلكونه كلها. لا ما تهربش يا ابن ال. خش خش كل. هو واحد. حلو حلو. واحد تاني كان هنا والله بربنا كمان. انت فين انت فين يالا؟ بس انا اشوف لي الكارت كده ولا حاجه. تعال خد كارت، تعال تعال تعال. في كارت واحد. خد الكارت اهم دلوقتي. كارت اهو عندك. برشوتايا واحد نزل عندي. ريح. محدش تاني سنجاب، محدش تاني معاك يا سنجاب. سبعة كل. انت كام؟ تمانية كل كده كلنا. يلا 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 معانا الكارت. اهم حاجة اللي خدنا الكارت بس. هنفايت براحتنا هنا لحد ما. ايوه ايوه. في حد كمان جنبنا على اليمين. ها سبت بحسبكم. الله واقف على الباب وربنا. بس بص هو واقف لي ازاي اصلا؟ جبنا كل.
يا لهوي والله كنت هشيله والله كنت هشيله والله كنت هشيله. قلت معاك كم كل كده؟ فاجئني التاني، انا معاه 8. حلوين، نكمل نقدر؟ نقدر نقدر، احنا معانا ريفايف، معانا ريفايف. الريفايف نشوف فاضل قد ايه؟ حلو، الريفايف دي لو استغلناها صح يا معلم خلاص. نستغلها صح. لازم تركيز فيها يا معلم، على الاقل نبقى ميتين وانا 13 كيلو ولا حاجه. في واحد. يلا انا جالك. بنروح نجيب السبايدر. السبايدر ايه؟ ده مش وقته يا معلم، احنا عايزين لنا شجرناي 5 ولا حاجه كده عشان لو حد اتدمج. الواد ناقص سبايدر، ادين امي الفينوم خش علينا. انا المشكله الساعه التاني فاضي. تعالى جنب يا بصير، الكارت فاضل له قد ايه؟ الكارت فاضل له 4 دقايق. براحتك، نام في الفايت. ما نعرفش، صعبه معايا. صعبه برضه بس صعب صعب صعب. هتسيبني انا في البيت لوحدي كده؟ هو بيطير اهو العربيه اللي جت دي. ادين امي يا باشا، انت مؤمن عندي. يا نهار، ليه اللي انا عملته؟ ليه اللي انا بعمله ده؟ ايه الخرا؟ انا اللي نطيت يا اسطى، رايح اقتلهم. نطت على 4 وقعت منهم 2، والاثنين الباقيين مفشوخين. نطت على 4؟ موقع منهم 2 واثنين مفشوخين. نطيت العربله ده، انا متفلقهم بس ما دمشتش حد لما نطيت. في دروبين عندي، انزل عليهم ولا انزل الشكول على طول؟ عند دروبين بقى، يا رب بقى ما حدش يجي لوت الدروبين دول او حد يجي فايتني. يعني تخيل بقى حد ساب الدنيا كلها وجاي لوت الدروبين معايا. جروزه وده في ايه؟ بي 90. خدت الاثنين. يلا تعالى خد لك درع وخوذه بقى لو عايز. كتر خيرك على الدرع والخوذه يا عم. اي خدمه، مفيش حد بيعمل الكلام ده. في باجي هناك اخر الدنيا، شايفها يا اسطى؟ في البيت اللي انت فيه يا اسطى، في نص البيت كمان. وعليك الناس عليك برشوت، يسعدينك يلا. جبتهم؟ براحتك. يا اسطى مين دول؟ يا جدعان انتوا مين؟ فالخرة. بص لي، تعرف؟ ولا صعبة؟ تعرف تبص لي ولا صعبة؟ شايف اسكواد عندي. ومين ده؟ يا لهوي اللي بيضرب جاي فنشنا بسيط، جاي فنشنا. رف نفسك. استنى كلمهم كده، استنى رايح. رف نفسك، راح اجيب العربيه. قابلني عربيه جايين لك. ها جايين لك يا بوسي، جايين لك يا بوسي. سكوات تقدر؟ وديني اللي لو عملتها يا بوسي يا ابن اللعيبه يا ابن. لا ما متناش ولا يمين ولا شمال، يا دين ام يا مؤمن. جبت الاثنين، جبته والله. اللي فنش لك الكيل، فنش لها بسيد. واحد امه فنش يا بسيد. اهو يا صاحبي فنشنا. نزل بالتمر، يا اسطى معيش. والله ما بيموت يا اسطى. مؤمن شغال حارت جهازه ب 50,000 جنيه، بيعمل له في اليوم 200 جنيه. واحد سرق الكلاية يا اسطى، واحد سرق الكلاية بندى عبيطة يا اسطى. زعلني الواد ده. هو على عندي ابو السيد، عندي في البيت فوق. البيت فوق عندك؟ يلعن ام الشوتجن يا جدعان، تعبت من الشوتجن. الواد ده اهول يا اسطى، هو ضرب الطلقة خلاص قتلني يا جدعان. والله لو كان فايت ايه ار كنت دغدغته. فايت اندر ايدج بوسيد. ايه كامبر بوسيد؟ العب على حياتك يا بوسيد. عارف بتلعب على حياتك ازاي يا بوسيد؟ زي ما كنت بتلعب معانا في الرماد كده. فلقت له دمه، اداني طلقه بالصدفه كده جامد. على حياتك يا بوسيد، على حياتك. لو مت هتموت حقيقي يا ابن اللعيبه. ايوه هو ده بوسيد بقى، هو ده بوسيد اللي اعرفه. على حياتك يا ابني. ايه يا بوسيد الحرام دي؟ خليك كده بقى بوسيد، خليك كده يا بوسيد. ده لسه قاعد في نفس المكان يا اسطى. تعالى بقى كده، انت لسه قاعد في نفس المكان، لسه قاعد في نفس المكان. يخرب بيتك، هو ده اللي جابني يا اسطى.
لسه قاعد في نفس المكان. ما تسيب الام 7 يا هات الطب دي بس اي حاجه. امسك الام 7 اهو. تقدر تكلم على حياتك هاي كله. جامد تعال ودي تاني ابن الله. رمت لك سموك عدي امسك نفسك يا مؤمن. يا لهوي على لعبكم يا اسطى. يا اسطى ليه 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 اللعب ده يا اسطى؟ هد يا اسطى هد يا اسطى بس لعبوهم يا اسطى اللوت قوي. صوت 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 لو انا مت خلاص. اه لا تقدر ترفني لو انت انا والله ما سمعت وانا بكنا بقول صوت هم نزلوا ازاي ما اعرف.